انت شايف انه الزمالك في في الاربع مباريات اللي جاي التعامل الفني ازاي في حالة عدم التعاقد مع مدير فني اجنبي في الفترة دي؟ طيب يعني خلينا نشوف السلبيات اللي كان بيعاني منها نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت ونبتدي نشتغل عليها. واحدة من السلبيات اللي أنا بشوفها يعني أزلية في نادي الزمالك هي فكرة غياب الضغط. ما بتعملش ضغط على المنافس، بتسيبه يستلم براحته. يمكن أكتر من 90% من الأهداف اللي بتدخل في مرمى الزمالك بتيجي من غياب الضغط، غياب الرقابة. بشوف في ماتشات كتيره جدا، يمكن مش عايز اقارن عشان بس الناس ما تفهمش ان انا بقارن حاجه بحاجه، مباراه تشيلسي وليفربول امبارح حاجه ملحمه 120 دقيقه، اللعيبه ما فيش هي صلاح متعود على الحاجات دي. يعني صلاح متعود على الايقاع ده. على 120 دقيقة. بالظبط، هو مكمل 120 دقيقه من بعد المنتخب يعني. فايقاع اللعب ما بيهداش خالص. ان انت تهدي رتم المباراه بمزاجك دي حاجه، وان انت تجبر على ده حاجه تانية. الزمالك في كتير من الاوقات بيجبر على انه يعني يخضع لاسلوب لعب المنافس. من خلال ايه؟ من خلال ان هو بيفقد الكره كتير، من خلال ان هو ما بيضغطش عشان يستعيد الكره كتير. دي واحده من السلبيات المهمه جدا. يمكن كان في فتره من الفترات، او يمكن بعد عوده باتشيكو بفتره قليله، ابتدى يستعيدها نسبيا، ان هو برده من مدرب من المدرسه البرتغاليه، اللي هو بيحاول ان هو يبقى استحواذ على الكره اكتر بجانب دفاعي اكتر، فبالتالي يعني الحته دي عنده ان هو يقدر يستعيد الكره كويس. دي من السلبيات اللي كان نادي الزمالك بيقع بيعاني منها في الفتره اللي فاتت. لازم ان انت برضو السلبيه الكبيره اللي كان بيعاني منها برضو اهدار الفرص، بيضيع فرص سهله كتير. صحيح في مباراه الوداد ما كانش فيه فرص كتير، لكن بتتكلم عن مباراه ساجرادا، مباراه بيترو اتلتيكو، الفرص السهله اللي بتضيعها دي بتكلفك المباراه في النهايه، وانت يعني عامل تعاقد غريب مع الايام والعرض. الايام والعارضه. فيعني نتمنى التعاقد ده ما يستمرش فتره طويله زي ما استمرش تعاقد كارتيرون. فاعتقد ان الفتره الجايه لازم يشتغلوا على الجانب ده، جوانب فنيه. واعتقد ان كابتن اسامه يمكن زي ما هاني بيقول برضو، هو عنده خبره كبيره يقدر يتعامل مع مواقف زي دي. هو قادر وشايف برضو، رغم ان هو كان بره الفتره اللي فاتت، لكن مش بعيد عن الفرقه. يعني هو من اشهر قليله كان موجود مع الجهاز الفني، وكان له دور كبير جدا بالمناسبه في التتويج بالدوري. فاعتقد ان ده هيبقى له دور كبير جدا، ان الزمالك يشتغل على السلبيات دي في اسرع وقت ممكن، ويدي الثقه للعيبه في الماتشات الاربعه المهمه اللي جايه جدا، اللي هتحسم بشكل كبير جدا شكل الموسم.